بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، ورحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج المطعم. مقدمين النهارده عاملين كاب حله وهنقدمه بالصوص، حلو جدا. وتشوفوه النهارده مع بعض ازاي تقدري تطلعي منه صوص بني من غير اضافه لا دمجلاس ولا اي حاجه. هنشوفه النهارده مع بعض، وهيبقى له عرق كده محترم جدا. هنقدمه مع البطاطس البيوريه، وبعد كده عندنا كيكة الزبادي هنعملها برضو مع بعض النهارده، عاملينها في الصينيه الجميله ونوريها لكم، لانها بتتسقي كمان شربات. اي اسئله واي استفسارات ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. نبدا الوصفه بتاعتنا ان شاء الله، وما تنسوش طبعا طول ما انتوا قاعدين بندعي لاخواتنا وحبايبنا واهلنا واطفالنا، كل الناس الموجودين هناك في فلسطين. ربنا ان شاء الله يكون معاهم، وربنا يحفظهم، وان شاء الله ارضهم ترجع تاني ويرجعوا تاني لبيوتهم باذن الله بعد الخراب اللي حصل ده. يعني نتمنى لهم السلامه ونتمنى لهم الخير، قلوبنا محروقه دايما عليهم والله، دايما ما بننامش. يعني احنا في العموم كلنا مفيش حد بينام خالص، يعني محدش زاد على الوطنيه اللي احنا بنبقى موجودين فيها او اللي احنا بنحبكم. لا ده بجد، يعني ده اللي من قلب والله ده، وانتم عارفين ومتاكدين لازم الرساله دي تبقى موجوده عند كل الفلسطينيين، ان المصريين فعلا من قلبهم بيحبوكم جدا جدا. وان شاء الله باذن الله نصر قريب. يعني تعال نشوف اول حاجه نبدا بيها كباب الحله. نشوف اول حاجه البصل، هي بصل كتير ولحمه، هنحط عندنا على نص كيلو لحمه نص كيلو من البصل، والبصل بيبقى طعمه حلو قوي. زبده وزيت او سمنه، عندي ورق لورا، وعندي دقيق، وعندي صلصه، عندي حبهان، وعندي شويه من البهارات، وبعد كده اهوت عندي شويه الملح والفلفل بس. وهنا بنبدا نشغل هنا على الميه السخنه، بس ما اضيفش الميه السخنه دلوقتي خالص، انا بس ببدا ان انا اسخنها عشان تبقى جاهزه معايا. نجيب عندنا البصل، هقطعه عندنا مكعبات، ماشي، بصل ابيض، بعد ما قطعنا دي هنا كده، ماشي هنا شويه، هجيب عند الطاسه احط فيها شويه زيت، مكعب زبده كده حلو، وبعد كده بنقوم واخدين عندنا البصل دوت حاطينه في الكبه. في واحدة خشنة قبل كده ولا حاجة نطلعها بره. حط البصل، حط التاني اهو، فورمه كمان. انا عادي على فكره ان انا اطلع الكبه كده وايه واعمل كده عادي جدا، ما فيهاش حاجه يعني او حاجه هتبوظ فيها او ايه تبقى فيها مشكله. يعني انا بس بحرك البصل تمام، بعد ما ايه ما ضربناه كده وعملناه بالشكل اللي حضرتك شايفه. بصل كتير، هو ايه حلاوتها يعني. البصل عندي بيدبل كويس قوي، وقلنا زي ما اتفقنا هو يبقى بصل كتير. نبدا ناخد عندنا اللحمه اللي احنا مقطعينها مكعبات، اي نوع لحمه هتشتغل معاك حلو، لحمه مكعبات تكون فيها دسم او حمراء تشتغل معاك زي الفل ان شاء الله.
نبدأ ناخدها كده وننزلها فين؟ على البصل. بسم الله. قلت لك موضوع البصل يبقى ايه؟ بصل كتير يطلع شغل حلو جدا جدا. طيب هنا البطاطس تعالى نشوفها. طبعا هي بتبدا تتشوح، ما بلاش احط ميه دلوقتي خالص، يعني الميه على كعب الحله مش دلوقتي خالص، يعني نسيبها لحد ما تظبط معايا الدنيا كده. البطاطس اخبارها ايه؟ البطاطس تمام. جبت حوالي 3 4 بطاطسات كده ايه، وقمنا سادقينهم في الميه قدام حضراتكم، وبعد كده نقوم مطلعينهم عشان يبقوا جاهزين معايا، نحطهم هنا في الحله يصفوا بقيه الايه الميه بتاعتهم، ونقوم سايبينهم هنا في جنب عشان هنعمل بطاطس مهروسه نقدمها جنب الباشا ده. بلاش نبدا زي ما اتفقنا نحط ايه، نحط ميه دلوقتي خالص، خلي الحاجه تتشوح، واول ما تحس ان هي بتنشف معاكي ابداي زودي لها ايه، نبدا احط لها الميه واحده واحده. انا بصراحه ما رضيتش هو احط الحاجه دي في حله، هي المفروض تحط في حله يعني كبيره، انا هنقلها وانا بعمل الصوص بيتعمل معاها يعني، ولكن ايه عشان بس تبقى كل حاجه باينه قدامكم. طيب تعالوا نعمل عندنا البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. حط عندنا طاسة، بعد كده بقوم واخد عندي كعب زبدة. البطاطس اللي انا قدمها جنب اللحمة يعني بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. وناخد اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. استاذة شيماء. يا استاذة شيماء، ازيك يا شيخ محمد؟ ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الله يحفظك، اتفضلي. ربنا يبارك لك يا رب، ومن نجاح لنجاح. الله يخليك، التوفيق يا رب. الله يخليك ويبارك فيك يا رب، تسلمي. اتفضلي يا استاذة شيماء، سامعك. عايزة اعرف طريقة الكوارع يا شيخ محمد. انا هي الاتنين. حاضر والله، حاضر والله، احنا مستنيين بس الجو ايه يعني يبرد شوية كده، وهنعمل لكم الاكلات الشتويه. يعني بعتبر الكوارع من الاكلات الشتويه، تعمل طبعا فته وتقدري تعمليها تاخدي الشوربه بتاعتها في حاجات كتير جدا، فان شاء الله باذن الله يعني ممكن اسبوع كده ولا حاجه ونعملها لحضراتكم من عينيا الاثنين، او اسبوعين ونعملها لحضراتكم، هعملها لكم طاجن ان شاء الله ونعملها فته كمان. شكرا ليك. اللحمه سيبيها براحتها خالص لحد ما تبدا اللي هي تتشوح معاك. طيب هنا البطاطس هجيب عندي الهراس. الهراس هنا بحور يا بحر، يبقى هراس فين؟ راس تحت صح هنا عندي؟ ايوه ايوه. يلا هناخد البطاطس اهيت، نبدا ننزل هنا الاولاني. هي الفكره في الدرج ده العده بتاعته كتير، فانا بتوه انا جواه، انا بحس ان انا دخلت مغاره جوه، هو هتلاقيه في الاول وفي الاخر قدامي والله، بس انا مش شايفه يعني، هتلاقي هم في الفصل يقوموا طالعين ويقوموا اهو. طب انا مش حافظ عدتي والله، حافظ عدتي جدا، بس هي الفكره الحاجات كتير. لا مش اهو، شفت اهو، لا اله الا الله، يحصل معانا يعني كستات كمان، نقعد نفتح الدولاب ونفتح الظرفه ندور على حاجه ما نلاقيهاش. الدماغ تايهه والله فعلا يعني، حقيقه يعني، مش هنكدب على بعض. التركيز، التركيز بيبقى قليل، وده غصب عننا طبعا. طيب ناخد ملح، شويه ملح اهم، نحطهم هنا. وحطينا شوية كريمة وقشطة.
بعد كده بناخد عندنا البطاطس ونهرسها كويس جدا. هي بتتاكل بلقمه بعيش، ما تعملش اي حاجه تاني معاها، لقمه عيش بلدي مع البطاطس واللحمه ديت وشكرا. انا عايز لو عايز بقى ايه اخلي طعم البطاطس دي شويه، هديها اجيب خد شويه كزبره كده مفرومين اهو، ماشي نقوم واخدينا كده رايحين عندي على البطاطس، نقوم منزلينها اهي تديها طعم حلو قوي، وبتبقى طعمها مع اللحمه حلوه قوي يعني، ما اللحمه كده تستوي كده وتبقى دايبه معاكي وتطلعها مع البطاطس دي بتبقى حلو. خلاص كده هو طيب، ابعدها عن النار دلوقتي حمدي البطاطس هنا واسيبها هنا، وبكده البطاطس تكون ايه تكون جاهزه معايا. كريمي وزي الفل. نرجع بقى هنا للحمه بتاعتنا، يبقى حطينا هنا اي ماده دهنيه عندنا البصل، وما نحطش ميه خالص يا جماعه لحد ما تبدا اللي هي ايه البصل كده كده ما في ميه، يعني انت بتحط ميه ليه الفكره؟ لو انت حطيت ميه ليه هتبقى مايعه معاكي، لكن طول ما بتتشوح معاكي كده اهوت وتاخد اللون الذهبي الجميل سيبيها براحتها خالص، وبعد كده بنبدا نضيف لها الميه واحده واحده. هناخد فاصل صغير كده على ما بتبدا اللحمه عندي تتشوح كده وتتظبط، وبعد الفاصل نشوف عندنا الخبز اللي هنقدمه برضه. انا هعمل عيش بلدي او عيش شامي هنقدمه جنب الاكله ديت، فاحنا عاملين الاكله كلها كامله النهارده. بعد الفاصل نواصل. بنعمل دلوقتي ونشغلين في كباب الحلة، حطينا البصل وبعد كده بصل كتير مفروم، وبعد كده اللحمة قطعناها مكعبات وبدأنا ان احنا نشوحها عندي مع معلقتين اتنين زبدة وشوية زيت. وبلاش ان انا استعجل اقوم حط اي حاجة ولا مية سخنة ولا اي حاجة، كده كده طبيعي للبصل زي ما اتفقنا بيبقى فيه المية بتاعته، عشان دلوقتي هنبدأ نحط لها بقية الاضافات، فده اللي هيكون لي الصوص اصلا اللي انا محتاجه. فهسيبها تتشوح كمان اكتر من كده. وهنا البطاطس اللي احنا عملناها بالكزبره مغطيها كده بكيس عشان ما تعملش طبقه من فوق قدام حضرتك اهي. بصي البطاطس المهروسه طالعه عامله ازاي اهي، ومحطوط فيها كزبره مفرومه، فبالتالي هتطلع طعم حلو قوي. وطي على ديت تمام كده ونسيبها. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا، هنبدا نشتغل عندنا في شويه العيش اللي هنقدمهم. احنا هنسيب كباب الحله دلوقتي كل شويه نقلب فيه وهنسيبه دلوقتي، وتعالى نعمل عندنا شويه خبز كده حلوين جدا. نعمل عجينه اولى الاول، احط عندي شويه ميه دافيه بحطهم هنا حوالي نص كوبايه، عندي معلقه كبيره من الخميره، وبعد كده عندي معلقه سكر كبيره، وعندي معلقتين اتنين من الدقيق وميه. ده البوليش اهوت اللي قدام حضراتكم اللي احنا بنعمله في الاول. بعد كده معلقه كبيره من الخميره، وبعد كده نص كيلو من الدقيق، عندي نص كوب من الزبادي عشان يبقى الخبز طري كده وجميل، واتنين معلقه كبيره من الزبده الطريه. الخميره معلقه ونص يعني او الباكو. الباكو هو يا جماعه على نص كيلو على طول. الباكو اللي هو الظرف الصغير دهوت على نص كيلو بيبقى حلو جدا. خصوصا قلنا ست البيت بتختلف عن المصانع والاماكن المخبوزات في موضوع الخميره، لان هم عندهم خماره، فبالتالي الخميره بتاعتهم بتبقى في الصيف زي خميره الشتاء، مش فارقه. انت كست بيت الخميره بتاعت الصيف بتبقى اقل من الشتاء، لو بنحط مثلا معلقه ونص من الخميره في الشتاء نحط معلقه بس كبيره من الخميره في الصيف، وده طبعا عشان الجو وكده يعني، مش حاجة تانية. طيب خلينا ناخد عندنا المية اهيت، حط عندي معلقة ونص من خميرة فورية، عندي سكر معلقة كبيرة، وبعد كده عندي معلقة كبيرة من الدقيق. كلام جميل.
نجيب عندي مضرب صغير كده صوانطوط، نبدا ايه نقلب بيه الباشا ده، ونقوم سايبينها تخمر لوحدها. ولو عايز تغطيها وتحطها عندك في التلاجة لا مانع خالص، مفيش مشكلة نهائي يعني. هنا كل شوية بنبص على اللحمة نقلب فيها، لأن هي التشويحة ديت هي دي اللي بتدي الطعم الحلو أوي لكباب الحلة. وأول ما تحس إن هي بدأت عايزة مية بنبدأ نضيف لها مية، بس أنا مش هضيف لها مية، الفكرة بقى هنضيف لها اضافات تانية دلوقتي وأوريها لك دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. بس ممكن نحط دلوقتي في التشويح هتبقى حلوة جدا برضو، قبل ما ابدأ في العيش كده ثلاث فصوص حبهان ورق لورا، ممكن نضيفهم كده مع ايه اثناء التشويح كده مع بعض نظبطهم عن الدنيا. وناخد اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا ام حماده؟ سمحت اني كنت بسال حضرتك على القرص اللي بالعجوه. اه تمام، مالها العجينه يعني وكده والمقادير وكل حاجه؟ اه العجينه، بس كنت في انت كنت ايامك تحت بتحط لنا زبده في الاخر، هل ينفع ان انا احط لها حته قشطه في الاخر؟ اه ده حلو جدا طبعا، بس هي لازم ماده دهنيه معاها. طيب المقدار قد ايه على الكيلو؟ ايوه انت بتتكلمي على القرص اللي بالعجوه صح؟ ايوه. طيب انا ممكن انزل المقادير، طيب عشان اللي بالزبده مختلف عن اللي بالسمنه، فانا هنزلها لك دلوقتي واوريها لك. حاضر، خليهم يطلعوها ويطلعوها لك عشان انا بس ما يبقاش الموضوع فيه اختلاف، لان في احنا كنا عاملينها بالزبده اللي هو زبده وسكر بودر ودقيق، ده موضوع تاني فاهم ازاي. وفي طبعا العجينه اللي هي بتاعت المنين اللي طلعنا منها القرص اللي بالعجوه، فاكيد انت قصدك عليها بالزبده، هنطلعها نص كيلو من الدقيق نقوم حاطينه عندنا هنا في العجان زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بقوم حاط عندي ادي الزبادي، كوبايه من الزبادي، مش كوبايه كوبايه يعني علبه يعني بتاعت الزبادي اهي، نقوم حاطينها. بعد كده يا استاذ نقوم واخدين عندنا عجينه البولش ديت، نقوم واخدينها اهيت حاطينها، طبعا احنا كنا عاملين شويه طبعا قبل الهواء بساعتين حاطينهم في الثلاجه. اه طبعا بتخلي ريحه الحاجه فل الفل يعني، بتخلي ريحه الحاجه طعمها حلو قوي يعني، ريحه كمان. هنزل واشغل. ولو احتاجت ميه نضيف لها شويه ميه صغيرين. وبعد كده بنقوم ضايفين لها عندي مكعبين اتنين من الزبده، والزبده تكون طريه تمام. نضيف لها في الاخر ادي الزبده والملح الاتنين مع بعض، ادي الزبده مكعبين كده صغيرين. المعيار الصغير فين؟ ده في الشربات، محمود حاطط في الشربات. ماشي خلاص يا جماعه مش مشكله عادي بقى. ايوه كده خلاص كده اتشوحت تماما. الله، والريحه بتاعتها الجميله بدات تطلع بقى من الحبهان ورق اللورا. نبدا نعمل ايه بقى؟ نركز بقى في الخطوه اللي جايه ديت مهمه جدا. احط عندي معلقه كبيره من الدقيق، ماشي اهو معلقه كبيره من الدقيق، نقوم حاطينهم هنا. بعد كده بقوم اعمل ايه؟ بقوم واخد بوله زي ديت حاطط فيها ميه سخنه، بس كفايه كده حلو قوي. واقوم واخد فيها معلقتين اتنين من الصلصه حاطينهم على الميه السخنه هنا واقلب. وبعد كده بنقوم رايحين فين يا باشا؟ عندي على اللحمه اللي انا عملتها.
الكلام ده كبير، خلي بالكم. هنعمل ايه بقى؟ هنقوم مقلبين كده على نار هاديه بقى خالص لحد ما اللحمه ديت تبقى يعني دايبه معاكي، تبقى زبده اهو كده. وما تكتريش عن معلقه الدقيق، ما بلاش تحط الدقيق كتير، خلاص هي معلقه بس من الدقيق. بتتفرجي بقى على الصوص نفسه بقى العرق بتاعه هيبقى عامل ازاي، واللون اهو بص اللون بدا يطلع اهو، ده لسه كمان هيغمق اكتر، هيبقى زي صوص الدمجلاس بالظبط، هيبقى قدام حضرتك منتهى السهوله وطعم اللحمه فيه الاصلي. لان الفكره بقى ساعه ونص على نار هاديه، ساعه ونص على نار هاديه يعني اقل، بعد اللي هي بعد الشمعه دي بشويه تقومي سايباها خالص وبراحتها بقى لحد ما اللحمه ديت تستوي معاكي. ليه بقى؟ لان لو عليت النار هتشيط، هيتقل وهيشيط، لكن هي الفكره تهدي النار خالص، تتفرجي على شويه صوص ما حصلوش ان شاء الله. العجان بقى نبدا نعلق عليه لحد ما تبدا العجينه عندي تتخدم معايا كويس. كده العجين عندي اللي معموله بالزبادي والخبز بتاعنا الجميل بدا يبقى تمام التمام معانا. يبقى ادي عندنا العيش واللقمه بتاعتنا بقت تمام. خدينا كده شويه كده حلوين. عادي خالص كده ونظبطها. هنا بقى الايه الباشا دي لازم نهد عليها بقى النار بقى بس كده حلوه كده. نقوم مهدين عليها النار عشان شويه العيش دول بقى نقدمهم مع بعض مع شويه الصوص اللي هيطلعوا دول، موضوع تاني خالص. نبدا نفرد كده اهو، هتريح طبعا معاك الاول وبعد كده تبدا ان انت تقسطيها مع بعض. ان شاء الله مطلعها لقم زي الفل اهيت. نبدا ناخدها ونقوم لافين كده. اجيب عندي بلانشه صغيره كده او مثلا صاج يعني دقيق، ونبدا نحط الايه العيش ده عليه. العيش لما بيطلع لازم تسيبيه يرتاح قبل ما تقصطيه كده. انا زي ما قلت لك برنامج الهوا بيختلف عن انت كست بيت، نشتغل على طول عشان الوقت، انت في البيت براحتك، يعني العيش ده بيتعمل ويتخدم كويس جدا ويطلع يرتاح شويه وبعد كده تبداي تفرديه وتشتغلي بيه هيبقى هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. عشان لما تيجي تحطيه في الفرن يطلع مفقع كده زي الفل. كام لقمه دول؟ دول مقادير بالظبط نص كيلو من الدقيق. هقول لك هيطلع لي كام لقمه عيش دلوقتي. كده احنا بنتكلم 8 ادي 9 ادي 10. لا واللي بالزبادي ده بيبقى موضوع تاني خالص. 15 لقمه لقمه عيش شامي. كده تمام. هجيب بقى عندي اي حاجه خشب
نص العيش يروحوا في الخشب صدقيني يعني. حتى الرخام اللي تشتغل عليها لو الخشب تبقى حكاية. عندك طاولة خشب كده أو مطرحة زي ديت كده اهوت، بنقوم واخدينها وشوية دقيق كده عليهم من فوق برضو. ولازم بقى نعمل ايه، نقوم واخدين عندنا كيس كده عشان نقوم ايه مغطين عليها عشان ما تعملش قشطه من فوق. بس طيب نفرد بقى كام واحده كده. انك لو هتشتغلي حاجه بعيش عايزها يقب معاكي افردي والفرده تبقى مظبوطه، وسيبيها وسيبيها بره شويه يعني، افردي وبعد كده ابداي اسوي، ابتدي الكميه كلها وبعد كده ابداي اسوي. اهو شويه هنا حط دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. فردة تكون واحدة. تمام اهو. كده تمام اهو. أول لقمة اهي نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا. ودي اللي هبدأ بيها تسوية. أول واحدة فردتها أول واحدة هشتغل بيها. شوية دقيق خدهم ونفردهم كويس. طبعا الفرن لازم بقى ايه نبدأ نشغله، وهو انا مشغله على فكرة يعني وسخن عشان هي هو ده برضو اللي هي لازم يبقى سخن معايا وفي صك كده من جوه. وعايزة تحطيها في طاسة عندك تشغال يعني. اهو. وهبدأ افرد بقية الايه الكمية للاخر. انا هشيل دي عشان ديت ايه تظبط معايا الدنيا. بص بقى اللي بص كل شوية لو انت تلاحظي هتلاقي الصوص بدا ايه يظبط اكتر واكتر، يبدا يتقل سيكا سيكا، ما يبقاش الموضوع اللي هو تقل، لان لو هو لو انت زودتي الدقيق اللي هيحصل بقى هتلاقي الصوص ده تقل معاكي بقى زي البشاميل. اللحمه مش هتستوي، اللحمه مستحيل تستوي معاكي، هو معلقه دي بس عرق معايا ايه بياخده معايا، فطول ما هي شغاله طول ما هي بتتقل. فبص هتلاقي الصوص كل شويه بايه يبدا يتقل واللحمه عندي تستوي معايا مظبوط. انا كنت عايز اجرب لك واحد قبل الفاصل، تعالى نجرب كده واحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه دقيق صغيرين بس درجه حراره كلها عليهم بتاعت الفرن. انا مش هينفع اجيب لك الفرن هنا يا مرجان بقى. ايه الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ست كل؟ ابني لو سمحت بعد اذنك عايزك تقول لنا طريقه البانكيك والمقادير بعد اذنك. عينيا الاثنين. حاضر عينيا. تسلم تسلم. شكرا لحضرتك جدا. ثلاث بيضات كفايه، خلينا نتكلم في ثلاث بيضات. انت حضرتك بتفصليهم البولتين اللي انت بتشتغلي فيهم دول او وسط البولتين بيبقوا ناشفين، بتحطي ثلاثه صفار بيض بتضربيهم مع معلقتين كبار من السكر، شويه فانيليا صغيرين، افضل اضرب فيهم بمضرب سلك لحد ما لونهم الاصفر ده يبقى لونهم فاتح جدا. بعد كده بتقومي جايبه عندك نص كوبايه من الدقيق عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر وتقلبهم مع بعض وتحطيهم على الصفار البيض والسكر ده وتقلبيهم. خلص؟ حلو جدا. بقوم جايب عندي البياض البيض ده اللي انا حطيته هنا في البوله، والبياض والبيض لما تيجي تفصله حضرتك حطيه في الثلاجه. البياض البيض ده حطي معاه معلقه كبيره من السكر واضربيه زي ما تعملي مارينج، تمام؟ وبعد كده تقومي حطاهم الاثنين على بعضهم وتقلبي واحده واحده مع معلقه زبده سايحه. وتقلبيه واحده واحده كده اهوت، وبعد كده تقومي جايبه طاسه عندك تيفال او جرانيت عندك تقومي حطاها وتبداي تقطعي بالكيس او بمعلقه على فكره يشتغل معاكي زي الفل. العيش ما شاء الله اهوت طالع زي الفل. هي البانكيك وايه تاني يا شروق؟
تمام نشرحها بعد الفاصل. يلا ناخد فاصل صغير كده يا حمدي. هو العيش شغال يعني، هو ايه الاستاذ حمدي مش عارف يجيبه لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل عشان هو الفرن غامق فمش هينفع يخش جوه الفرن. ففاصل ونواصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. قدام حضراتكم لحمه تبدا الصوص يقصر معاكي، تبدا اللي هي اللون بتاعها يبقى جميل والشكل بتاعها يبقى احلى واحلى والطعم احلى واحلى كمان. والبطاطس المهروسه عملناها. خلينا نشوف عندنا كيكه الزبادي هنعملها ازاي مع بعض. كيكه الزبادي نركز فيها عشان بتسقي شربات وتبقى طعمها حلو قوي 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 مع كوبايه شاي كده باللبن الصبح، موضوع مختلف تماما. تقعد اولاد المدارس كده تاكلي حته من الكيكه ديت هتعجبك بجد يعني. والعيش في الفرن حمدي اللي احنا عاملاه يعني، بص اهوت ده بعد ما لفيناه وفردناه بعد ما بص يعني المراحل اعتقد كلها هتبقى موجوده قدامك في الكادر كده اهوت. ادي ده بعد كده اتفرد بعد كده اتخبز او بالظبط كده كله تمام يعني. لو احنا بصينا على اللي في الفرن ما شاء الله ما شاء الله اهو، حاجة تفرح وحاجة تفتح النفس. اللي يطلع نحط مكانه على طول اهو ونقفل، ودرجة الحرارة بتاع الفرن بتبقى عالية. طيب واحنا شغالين بقى كده وريحته جميلة قوي بصراحة، وبقول لك يعني زبادي وزبدة، انت محتاجة تبقى ايه لقمة العيشة تبقى عاملة ازاي بقى مع حتة اللحمة اللي طبقة طالعة ديت بالصوص مع البطاطس، موضوع تاني خالص يعني. يلا نشوف عندنا مقادير كيكة الزبادي. 3 عدد بيض، هننزل المقادير قدام حضراتكم، يا ريت تكتبوها وتسافيها عندكم عشان هي بجد حلوة قوي بجد يعني. 2.5 كوباية من الدقيق، 1 كوباية من الزبادي، 1 كوباية من الزبادي، 1 كوباية مش كوب، اللي فاتت كانت كوب، دي 1 كوباية يعني، فاهم ازاي؟ كوبايه كده بتاعت شاي كده مليانه زبادي، يعني بنتكلم في 2 علبتين صغيرين من الزبادي او 3 عشان بس المقادير تبقى بالله عليكم تبقى مظبوطه وما فيهاش غلطه. يبقى 3 علب من الزبادي الصغيرين اعتقد اللي هي 130 جرام دي، 2 صح؟ 2 علبتين زبادي، 3 عدد بيض، عندي 1 كوباية من السكر، عندي معلقه صغيره من الفانيليا، عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره نص معلقه صغيره من البيكربوناتو، وعندي 1/2 كوباية من الزيت الذره، لازم تبقى مفهمه الدهنيه طبعا. الشربات بقى بيتحط على النار 1 كوباية من السكر، 3/4 كوباية من الميه، يغلوا على النار، بديهم عصير ليمونه واطفى عليهم بعد الغليان بالظبط 2 دقيقة ولا حاجه. تمام؟ انا طول ما انا شغال طبعا هقعد ابص على العيش اهو، طول ما انا شغال كده ابدا ايه، انا بجد والله مستمتع جدا بالريحه بتاعته. ان شاء الله حاجه فل يعني. حط كده واقفلي على طول عشان الكاتمه بتاعت جوه الفرن والحراره هو اللي بتطلع لك بتخليك العيش قابب كده. يلا بينا. 3 عدد بيض، بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه من السكر، 1/2 شوية من الفانيليا، وبعد كده بنقوم جايبين عندنا مضرب سلك ونبدا نحرك الكلام ده كله مع بعض. العيش بقى هيما بقى معاك بقى هيما، خلاص تمام انا تمام هنا كده ايه عشان هركز بالكيكه ديت. اول ما يحمر بس ياخد لون دهبي يقول لي طلع، وندخل على طول الباقي يعني. النص كيلو اتفقنا اللي هو جايب كام لقمه؟ 15 لقمه، 15 لقمه عيش من 1/2 كيلو دقيق هيطلع لي 15 لقمه زي دول. ما بلاش طبعا. هيدا.
كده من ده معلقه زبادي العيش ومديله كوبايه زبادي صغيره او علبه زبادي صغيره ومديله معلقه زبده. يلا ننزل بالزيت الذره، نص كوبايه من زيت الذره كده اهو، واحنا شغالين خفق كده. عندك مضرب بيض شغال عشان ايديكي ما لكن لو اشتغلتي بنفس التكنيك اللي احنا شغالين بيه ده اللي هو كتفك ما بيتحركش وكف ايديكي بس اللي بيتحرك كده، لو قعدتي ساعتين اتنين شغاله كده ايديا ما بتوجعنيش، لان لو قعدنا ساعتين اتنين وانا شغال كده حرفيا ولا في اي مشكله خالص، بالعكس ده تمارين كلها. انزل عندي بالزبادي. عايزه تديها في الخلاط اديها في الخلاط، لو عايزه تعملي البيض والسكر في الزيت في الخلاط اعمليها كده والزبادي. تعملي الحاجات دي في الخلاط، عايزه تعمليها على ايدي كده شغال، كله شغال يعني مفيش مشكله. لكن بالمضرب السلك طبعا افضل من الخلاط. تطلع الحاجه فيها هواء اكتر. تمام كده؟ تعال نطلع العيش يا حمدي. بسم الله ما شاء الله. وسع وشك بس. ممكن نخلي ده هنا كده اهو. اهو كده اهوت، نطلع ده هوب نحط مكان الباشا ده اهوت. هنا بقى في ايه بقى؟ في بيكنج باودر قدام حضراتكم، وفي كوبايتين ونص من الدقيق، وفي بيكربوناتو. نحطهم كده مع بعض، واجيب عندي معلقه نقلب الكلام ده مع بعضه. ونقوم شايلين الباشا ده كده، ونقوم جايبين عندنا منخل زي ده، وقلنا المنخل ده بايه؟ زود الهواء جوه الكيك افضل، وكمان بيوزع البيكربونات والبيكنج باودر اللي حاطينه فبيوزعهم اكتر. نحط الباقي اهوت. ان شاء الله. بص بقى نعمل ايه؟ اضافتين اضافه من عندي ديت تطلع كيكه طعمها حلو قوي، معلقتين جوز هند بس. نديها تقليبه. ده القوام اهو، بص عامل ازاي اهو، بص القوام كده تعرفي اللي هو نازل مظبوط قوي اهو كده. مقبول يا معلم. طيب تعالوا بقى نشوف صواني الكاتشينوفا. انا بص دي عاملها قبل الهواء على طول يعني نص ساعه، وكنا عاملينها في الصينيه اللي هي المستطيله. بص طالعه عامله ازاي، حكايه حكايه بجد يعني، لازم بجد تجربوها يعني. فانا هشتغل نفس هي نفس المقدار ده، نشتغل في الصينيه المدوره دي تطلع كده كيكه مدوره. ممكن نشتغل في دي صواني الكاتشينوفا اللي هي الالومنيوم قدام حضرتك المستطيله، وعندك اللي هي المدورة الواطية واللي هي بتاعت الشرقي، وفي عندك اللي هي العالية بتاعت الايه الكيك. فانا هشتغل دي مقاس كام؟ 26 26، وفي منها مقاس كام؟ 28 و30 اللي هم دول. فانا هشتغل مقاس 26 من صواني الكيتشينوفا، وعندك كيو ار كود قدام حضرتك تقدري تعملي سكان من على الموبايل، تخش على طول عندهم اطلبي الطقم اللي انت عايزاه. في الطقم الثلاث على بعضهم يعني الثلاث مقاسات والثلاث اشكال على بعضهم، تاخدي مثلا 9 قطع تبقوا موجودين عندك في البيت. العيش ما شاء الله. ربنا يجعل دايما الخير في بيوتنا دايما ان شاء الله. الحاجات الجميله دايما جدتي وكل يعني الناس الكبيره رحمه الله عليهم جميعا يعني كان موضوع العيش ده بالنسبه لهم لازم، ويدعوا الدعوه ديت.
ربنا ما يقطع الخير من بيوتنا ابدا يعني، اللهم امين يا رب. انا دهنت الصينيه دي زبده خلاص. نبقى عند الصينيه هنا. طبعا الفرن هيبقى فيه، انا معليه على النار على الاخر فمش هينفع ادخل الكيكه فيه، ممكن الفرن اللي فوق، ولكن استنى اللي تحت مفيش مشكله، على ما يظبط على ما يطلع العيش اوزع عندي واسيبها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا على درجه حراره 170. بتاخد معايا بالظبط 35 دقيقه وتطلع بتبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. مش خد اللي بعده على طول كده وما نهزرش اهو. بص ده طالع عامل ازاي يا حمدي، بص اللقمه ديت ما شاء الله. الكيكه ديت الشربات بتاعي دافي، بعد ما بيطلع كده اهوت بتقوم واخده اللي الكيكه ديت كده اهوت وتقوم ساقيها شربات كوبايه السكر وثلاث ارباع كوبايه الميه، نقوم ساقينها بالشكل ده. تطلع كده حاجه من الاخر اهو، بص هتتشرب في ثانيه، شايفه الحكايه دي. ناخد بقى البطاطس هنقدم مع بعض الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. نديهم بنفس الطريقه دي كده ماشي. ادي البطاطس المهروسه عشان اللحمه هتبقى فين؟ اللحمه هتبقى في النص. هنحط عندنا البطاطس هنا حوالين الطبق نوزعها. ماشي كده اهي اهي زي ما حضراتكم تاني. ماشي حط ماشي. بص بقى بص يا استاذ حمدي كده بقى اهي ماشي كده، وقوم ايه ظابطينها كده وظابطينها كده عشان ايه تطلع معاها مظبوطه زي ما انت شايفه كده. شوف شكلها حلو ازاي. طيب بنبدا نعمل ايه بقى؟ نبص على الخبز اللي عندنا لسه. شوف الصوص عامل ازاي، بص 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 الجمال. اللهم صل على النبي. البطاطس عندي تستوى معايا اه. شفت التقل بقى بتاع الايه اللحمه نفسه تقلت معايا وزي الفل. بنقوم واخدينها، طبعا محتاجه اسوها شويه كمان بصراحه، محتاجه تسويه كمان كده. انا بوريك الشكل النهائي لها، لان حتى اللي معلق عليها النار انت بقى ايه ظبطيها. انا ممكن اقول لك كده زي الفل استوت، بس محتاجه سوا اكتر، انا عايز اخليها زبده. تقوم واخدين اللحمه كده حاطينها في النص. ايه رايك بقى في معلقه الدقيق؟ عملوا لك شويه صوص حكايه، لقينا حبهان كده واحنا شغالين نقوم شايلينه. في ناس بتصفي، عايزه تصفي البصل وتطلعي الصوص لوحده، والله براحتك خالص زي ما انت عايزه. بص الصوص نازل عامل ازاي، بص التقل بتاعه والكثافه بتاعته واللون وطعم، حاجة التلات حاجات هتاخديها مع بعض، لون وشكل وطعم حكاية. ادي اهوت ده البطاطس تقدم مع لقمة العيش الجامدة دي كده معاها بقى، يعني بص المنظر ده
منظر الطبق ده بس كده، يتحدث عن نفسه. ثلاث حاجات دول مع بعضهم. فانا ملحت اه الحاجه ديت في الفاصل واحنا شغالين. انت النهارده مش صاحي معايا، بس هو تمام كده. ده المتحمص ده بيبقى موضوع. اه بس انا عايزك النهارده بس. يلا باشا هنطلع فاصل ونقسم نقطع الكيكه ديت ونظبطها، ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل وعملنا خلاص الكباب الحله زي ما اتفقنا، استوى وطلع الصوص بتاعه. تقدري تصفيه يعني، عايز تصفي ده من البصل تماما ويطلع منه بقى ناتج الصوص بقى اللي هو الكريمي بقى. اعملي كده، تحطيه كده زي ما هو بالبهاريز بتاعته بالبصل ده وتغمسيه مع العيش مع البطاطس. اعملي كده، تعمليه من غير بطاطس وتقدميه كده بالشكل ده برضو براحتك. تعال نشوف عندنا الصينيه كاتشن اوفا من جوه عامله الكيكه ازاي. وبعد ما اتشربت معايا الشربات موضوع تاني خالص يعني. خبطت كده تخبطتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هي يعني بس مش شربات. ايوه بص ما شاء الله عامل ازاي، بص الجمال والحلاوه. اللهم صل على النبي، يعني حاجه فل تشربها ايه وتمام التمام قوي. واللون هي الصواني انا بحبها قوي في تصوير الكيك بصراحه، يعني لان هي زبده وتشتغل معاكي زي الفل يعني ما شاء الله. قبل ما تعملي اي كيكه او اي تقسميها، انت قسميها كده. بص اعملي مارك الاول كده اهو، بس حمدي ما شاء الله يعني تراه مفيش بعد كده. بص من جوه واخده الشرايين بتاعتها عامله ازاي، ما هو يعني حاجه فلال يعني اهي. دي كيكه الزبادي اللي احنا عملناها، اللي هي ثلاث بيضات كوبايه من السكر بنضربهم كويس جدا مع بعض، ننزل عليهم بنص كوبايه من زيت الذره، بعد كده بنبدا نحط عليهم علب كوبايه من الزبادي، كوبايه مليانه من الزبادي مش لا اللي هم علبتين زبادي صغيرين. وبعد كده بنضربهم كويس جدا مع بعض. بعد كده بنقوم نازلين عليهم كوبايه ونص من الدقيق. وبعد كده نجيب نص باكو من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكربوناتو،
ونقلبهم كلهم مع بعض، اديتها جوز هند عشان تطلع طعمها حلو. بعد كده خدتها سويتها على درجه حراره 170 تقعد 35 دقيقه. بعد ما سويناها في صواني الكيتشن اوفا طلعت معايا بالشكل ده. انا عملت دي قبل الهواء في صينيه مستطيله، واللي على الهواء عملتها في صينيه تكون مدوره اللي هي مقاس 26. بعد كده خدناها وجبنا كوبايه سكر وثلاث ارباع كوبايه ميه وحطيناهم على النار. بعد ما غليوا معايا كويس جدا دقيقتين مثلا غليان، هات نص عصير ليمونه، تطلع الكيكه تبقى بارده الشربات يبقى سخن. طب العكس، الكيكه سخنه يبقى الشربات بارد عشان ما تعجنش منك. تطلع معاكي بص عامله كده، يعني بص تيجي تقطعيها كده، انا مش عايز اقول لك بص عامله ازاي، بص من جوه حاجه فلال يعني، بالهنا والشفا. اشكركم شكرا جزيلا، ودعواتكم لاهلنا في فلسطين، ربنا معاكم. والله 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 حرفيا انا مش بتكلم كلام على الهواء، احنا بننامش يعني، احنا طول الليل اخبار بنشوف وبنسمع وبنتابع وبنشوف ايه التطورات، وربنا معاكم ربنا معاكم ربنا معاكم. ده بقى الواحد بيبقى حاسس بيكم قوي والله. يعني اكتر موقف كان بالنسبه لي صعب جدا اللي ماسك بنته دي، كانت حاجه صعبه جدا، خصوصا اللي يحس بيها اكتر مثلا عنده بنت زي عندي انا. بفتكر بشوف انا، لا انا ممكن ابقى مكانه اكيد هبقى يعني مفيش بقى يعني. انا فعلا الناس دي مش هتبقى شايف حاجه قدامها، وفي الاخر تقول لهم يطلعوا من ارضهم، اكيد طبعا عمرهم ما يعملوا كده، يفضلوا صامدين فيها. او العيله ماتت هيعوز ايه هو تاني؟ فتحياتنا ليهم، للرجال رجاله 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 بمعنى الكلمه يعني. فربنا معاكم فوق كل شيء، وان شاء الله نصر قريب لاهلي وحبايبنا واخواتنا في فلسطين ان شاء الله. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.